السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ إن شاء الله نحل في كتاب المعاصر المراجعة النهائية للصف الثالث الإعدادي العام الدراسي 2023 الترم الأول. نحل إن شاء الله التست الأول من كتاب المعاصر المراجعة النهائية. نبدأ بالمحادثة إن شاء الله. أيمن is talking to his new neighbor أشرف. أيمن بيتكلم مع جاره الجديد أشرف. Good morning, صباح الخير. Good morning, صباح الخير. Are you my new neighbor؟ هل أنت الجار الجديد؟ Are you؟ برد عليها Yes, I am. Yes, I am. أو Yes بس تنفيذ. بعد كده سأله سؤال، الإجابة قالت My name is أشرف. هو قال له I am أيمن، أنا أكون أيمن. يبقى هنا and you وأنت، يبقى رقم 2 هتبقى and you وأنت. قال له My name is أشرف، اسمي أشرف. بعد كده سأله سؤال، قال له I have two children، أنا عندي طفلين. يبقى كده بيسألوا على رقم عدد، يعني يبقى how many. How many, how many children do you have? How many children do you have? كم عدد الأطفال لديك؟ فقال له I have two children، أنا لدي طفلين. And you وأنت، فهنا أكتب أي حاجة أنا عايزها لأن هنا مش محدد. ممكن أقول I have one child، I have two مثلا children two، أنا عندي طفلين أيضا، أو three children ممكن أقول اللي أنا عايزه. فأنا أكتب هنا I have three children، أنا عندي ثلاثة أطفال. What's your job؟ ما هي وظيفتك؟ فهيرد عليه بعد كده يقول له I work in الهلال hospital، أنا بشتغل في مستشفى الهلال. هنا تنفع دكتور وتنفع نيرس لأن النيرس برضو للممرض. فهنا هنكتب دكتور، يبقى أ دكتور على طول، أ دكتور. يبقى أنا بشتغل دكتور، I work in الهلال hospital، أنا بشتغل في مستشفى الهلال. بعد كده السؤال الثاني، وهو هنختار أربع كلمات للتكملة من ضمن ست كلمات. library يعني مكتبة، aquarium معرض الأحياء المائية أو حوض سمك، on على أو على حسب اللي جاي قبليها، وان في أو حسب اللي جاي قبليها برضو، وبنك بنك، monuments آثار. there are many places to visit in my city، يوجد كثير من الأماكن لزيارتها في مدينتي. If you are interested، interested يعني بيجي بعد اللي هي مهتم، بيجي بعدها حرف الجر in، يبقى number one هتبقى in. If you are interested in plants، لو انت مهتم بالنباتات، you can visit the botanical garden، ممكن تزور الحديقة النباتية. To see sea animals، عشان ترى الحيوانات البحرية، you can visit the، ممكن تزور ايه، يبقى الأكواريوم اللي هو معرض الأحياء المائية number two. There is a space to get some money، كمان ممكن تاخد مال. المال هيتاخد منين؟ من البنك، البنك. يبقى number 3 هي البنك. If you want for me، I like reading so I visit the public، أنا بحب القراية لذلك أنا بذهب لإيه عام؟ للمكتبة العامة، library number 4. يبقى number 1 هتبقى in، number 2 هتبقى aquarium، number 3 bank، نمبر 4 هتبقى library. بعد كده الاختيارات في صفحة 3. A or an space is a person who works in a garden as a job، هو شخص بيشتغل في حديقة، as a job يعني في وظيفة، كوظيفته انه يشتغل في حديقة. يبقى كده الجاردينر اللي هو الجنين او البستاني، اللي جايبه رقم C. السؤال الثاني، A space is something you can make a hot drink with it، هو شيء تقدر تصنع منه مشروب ساخن. يبقى ده الكوفي ماشين، اللي هي ماكينة صناعة القهوة. يبقى الإجابة رقم A. بعد كده صفحة 4، السؤال الثالث، You are a space، ask the customer what they want to buy، انت شغال ايه؟ اسأل الزبون هو يريد يعني يشتري ماذا. يبقى كده shop assistant، اللي هو بائع في محل او مساعد في المحل. يبقى الإجابة رقم C. بعد كده السؤال الرابع، I like sitting in this peaceful place alone، the antonym of peaceful. antonym عكس كلمة peaceful، peaceful معناها هادئ أو مسالم، هي noisy مزعج. الإجابة رقم B. السؤال الخامس، to make the adjective from the verb care، we use the suffix، عشان تعمل صفة من care بنضيف suffix يعني نهاية الكلمة اللي هي ful، اللي هي الإجابة رقم D، عشان تبقى careful. الإجابة رقم D. السؤال السادس، he doesn't get any money for his work، هو ما بيحصلش على مال من عمله. he is، يبقى هو ايه؟ volunteer، اللي هو متطوع. الإجابة رقم C. بعد كده أسئلة التصحيح، what time، وهنا حاطط ضد بين الأقواس، the Alexandria train leave the station tomorrow،
في مواعيد القطارات بنستخدم المضارع البسيط، فبدل ديد هنستخدم داز عشان الكسندريا ترين مفرد، فيبقى داز. يبقى وقت تايم داز الكسندريا ترين ليفز ستيشن تومورو، ما موعد مغادرة قطار اسكندرية؟ غدا. السؤال الثاني هاف يو بعد كده كوكد دينر، ده مضارع تام، وبعد المضارع التام لما يكون في فاعل بعد الهاف او الهاز بحط ايفر في السؤال. يبقى هاف يو ايفر كوكد دينر، هل انت من طبخت العشاء من قبل ولا لا؟ بعد كده السؤال الثالث نايذر اور نيذر، ذا بويز نور ذير سيستر وير ات هوم يسترداي. بعد نور في نايذر بشوف هنا اللي بعديها هل هو مفرد ولا جمع، لو مفرد هجيب فعل مفرد، لو جمع هجيب فعل جمع. هنا ذير سيستر اختهم دي مفرد، فبدل وير هتبقى واز. السؤال الرابع وين، وهنا يو كيم باك هوم يسترداي، يسترداي بتدل على الماضي فحط فعل مساعد ديد، يبقى ديد يو، ورجع كيم الى مصدرها يبقى ديد يو كام باك هوم يسترداي، متى عدت الى المنزل امس. السؤال الخامس كود يو سويمنج، كود بيجي بعديها الفاعل ثم فعل في المصدر، فسويمنج هتبقى سويم بس واشيل الام اي ان جي فتبقى سويم اس دبليو اي ام. شكرا والسلام عليكم.